بتعليمات سامية من صاحب جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الجنرال دوغور دارمي المفتش العام وقائد المنطقة الجنوبية بشكل مشترك مع كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع. يوم الثلاثاء بواشنطن الاجتماع 12 للجنة الاستشارية المغربية الأمريكية للدفاع. وذكر بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المفتش العام الذي يرأس وفدا عسكريا هاما عقد بهذه المناسبة اجتماعات مع كبار المسؤولين في البنتاغون بهدف مناقشة التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه مستقبلا. وفي هذا الإطار أشاد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بالتمييز والطابع الاستثنائي للتعاون المغربي الأمريكي ونتائجه الإيجابية سواء على مستوى التكوين والتدريب المشترك أو توريد المعدات والموارد الحربية عالية الأداء مع المواكبة اللازمة، مؤكدا على أن العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية المتجدرة في التاريخ والمتميزة بالاحترام المتبادل تتطلب مزيدا من التعزيز لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين. القوات المسلحة الملكية تحدي يجب مواجهتها. وأوضح المصدر ذاته أن الجنرال دوغور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية قد تطرق من خلال هذه الاجتماعات إلى التحديات التي ينبغي مواجهتها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، حيث الوضع الأمني أكثر إثارة للقلق بسبب تدخل فاعلين من خارج المنطقة وتعاملهم مع الحركات الانفصالية. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية تظل مصممة على مواجهة التهديدات المختلفة التي تخيم على محيطها من خلال تعزيز تحالفاتها وقدراتها العملية بهدف رئيسي هو ضمان الدفاع عن وحدتها الترابية وأمن حدودها. كما شكلت الزيارة مناسبة للجانبين لدراسة أهداف خارطة الطريق 2020-2030 بهدف تكيفها مع تطور التحديات الإقليمية المرتبطة بالأمن والدفاع. وفي هذا السياق ذكر الجنرال دوغور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بالتزام المملكة الفعالة بالسلام والاستقرار الإقليمي ودورها الرائد كمصدر للسلام والأمن في المنطقة والذي تم تكريسه على الخصوص من خلال نشر أكثر من 1700 من جنود القبعات الزرق المغربية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإحداث مركز تمييز لعملية حفظ السلام بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. وتوج التعاون الاستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2020 بتوقيع مذكرة تفاهم تحدد خارطة الطريق العشائية 2020-2030 من أجل توطيد علاقات ثنائية في مجال الدفاع. نشكركم على حسن المتابعة.